السلام عليكم. اليوم نعود إلى زيارة نتاع وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق العريبي إلى المشروع تاع الملعب الجديد بالدويرة، حيث أنه فيه عودة نتاع الأشغال وعودة انطلاقة الأشغال بعد ما كانت حابسة لمدة أكثر من 3 أو 4 أشهر. الآن العودة على الأشغال، خاصة منها ما يتعلق بالتهيئة الخارجية، إذن فيه تغليفات جديدة وفي أشغال تاع وضع اللافتات الإشهارية في الملعب، داخل الملعب وخارج الملعب. إذن خليكم تابعوا زيارة نتاع الوزير إلى ملعب علي عمار بالدويرة، والسلام عليكم. Thank you.